السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على مواجهة الجيبوتي، وين شاهدنا كيفاش باللومي الأخضر باللومي وين تكلم على مواجهة الجيبوتي في تصريحاته، وقال بأن جيبوتي مفتاح التأهل يعني إلى المباراة الفاصلة. خاطش علاه رانا نحضروا لازم نتفكروا المباراة الفاصلة، يعني كاين مباراة فاصلة غادي تسمى هذا الدور الثاني، نروحوا للدور الثالث وهي المباراة الفاصلة باش نفوزوا باش نلعبوا باش يعني ما غاديش نقولوا في المباراة الفاصلة فماك تشد قلبك، بصح ضروك ما هذو مفتاح المباراة الفاصلة، يعني كيما جيبوتي كيما بوركينا فاسو كيما هذو مفتاح المباراة الفاصلة، يعني بدون روحوا زعما ما كاش كاع مشكل، ما عندناش مشكلة في هذه المباريات، ما عندناش مشكلة. جيبوتي تلعب بلا إسلام سليماني، تلعب يا ودي تلعب بلا مقرا ربحت لامسية، والله مشاني نحقر تلعب بليكيب تاع مقرا نربحوا لي جيبوتي. يعني نقولها لكم هذه ثقة كبيرة رانا دايرينها في المنتخب الوطني الجزائري، كي تشوف لعاب مثل باللومي في التصريحات كيما هذو تريح والله تريح، مكاش ذاك التشاؤم مكاش، يعني التشاؤم مكاش. ما تشوف ذاك طارق العزيزي ما يلي نحترمه، بصح يقول لك مباراة يعني صعبة، مباراة معقدة، مباراة جيبوتي مباراة معقدة، ولا بركاونا من الزعقات تاعكم، هاو جيبوتي بيتردوها لنا بريزيل انا ولا الارجنتين، ولا جيبوتي تقعد جيبوتي، فريق متواضع، غادي يقعد فريق متواضع، ما كاش انا ما تبان لي بلي ماهيش حاجة اللي غادي يخمنها هنايا سبحان الله. وين الثقة الكبيرة، وين نقولوا وين احترام، وين قال لهم احترام المنافس يعني لتفادي تضييع النقاط، الثقة الكبيرة في بالماضي وأشبالي لتحقيق التأهل لمونديال قطر، وين وصف الدولي الجزائري السابق الأخضر باللومي، وين في حوار خاصه في قناة وين مكالمة يعني اللقاء الذي سيجمع المنتخب الوطني مع نظيره جيبوتي في أول جولة من تصفيات مونديال قطر 2022 بالمهمة، ومفتاح الذي سيكشف الصورة الحقيقية للتشكيلة في الوقت الحالي، واعتبر فوز أكثر من ضروري والخطأ ممنوع لتفادي تضييع النقاط من خلال تسيير هذه الدورة مباراة تلو الأخرى، كل واحد بحسب كل مباراة وبحسب المعطيات التي تتلائم معها، موضح أن لديه ثقة كبيرة في فريقنا والمدرب بالماضي الذي أثبت أنه يملك ذهنية الفوز، كما تحدث عن أمور أخرى في هذا الحوار. كيف يعني من طرحوا عليه سؤال، قال له كيف ترى مواجهة المنتخب الوطني ضد جيبوتي ضمن تصفيات كأس العالم 2022؟ وين باللومي قال لهم المدرب الوطني جماب بالماضي أحسن قرار لأنه حافظ على نفس التعدد، وإن أحسن القرار لأنه حافظ على نفس التعدد تقريبا الذي تعود على اللعب مع بعضه في الفترة الأخيرة، ما يعكس مدى رغبة بالماضي في الحفاظ على الاستقرار والتماسك داخل المجموعة في مثل هذه اللقاءات الحاسمة ذات المستوى العالي، لأنه سيخوض غمار التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، ما يعني أن كل منافسين لديهم مستوى ويجب احترامهم وعدم استصغار أي فريق، والخطأ الصغير سيجعلنا نضيع النقاط، هذا ما لا نرغب فيه، لأن الفرق التي نعتقد أنها صغيرة هي قد تصنع الحدث، ونحن أبطال إفريقيا ولا نرغب في أي مفاجأة غير سارة، ونأمل في مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية للمرة 28. شو كيفاش على التوالي، ونفس الوقت يعني فإن جيبوتي ليس الفريق القوي من الخضر، لأننا نملك لاعبين أقوياء وينشطون في أكبر أندية، لكن يجب أن نتعامل معه بكل احترافية، ومثل ما نعرف بالماضي لا يتهاون في مثل هذه المواعيد الرسمية، بما أنه يبحث عن الفوز في لقاءات الودية
نقولوا ما هي القرارات وين قراءتك، وين طرحوا عليه السؤال وين قالوا له ما هي قراءتك للحظوظ المنتخب الوطني ضمن هذه التصفيات، وين قال لهم حاليا نملك مدرب كبير ومحترف وأثبت على ذلك منذ توليه المهام على العارضة على رأس العارضة الفنية للفريق الوطني، حيث غير وين غير كل شيء بصرامته الكبيرة والتزامه، وهذا الأمر جعلته يفرض منطقه في التشكيلة وزرع هذه الذهنية لدى اللاعبين، لأن عودتهم على وين عودهم على التفكير في الانتصارات، وهذا أمر إيجابي الذي كان ينقصنا في السابق، واعتمد على العناصر الجاهزة باعتماده على العناصر الجاهزة، ويجب إثبات ذلك يعني وين نقولوا باللي اعتماده على العناصر الجاهزة بدنيا ومعنويا مع خلق العمل المنافسة الذي يعتبر هو آخر نقطة إيجابية، ولهذا نحن أبطال إفريقيا، ويجب أن نثبت ذلك من خلال مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية وتحقيق التأهل لكأس العالم القادم، لأن الأمور الحالية جيدة بما أن اللاعبين بشروا التحضيرات منذ فترة، ما سيجعلهم يقدمون مردود مقبول فوق الميدان بالمقارنة مع السنة الماضية، ومن جهة أخرى فإن الفريق تعود على اللعب من دون جمهور والتأقلم هو أجواء بروتوكول الصحي أمام أما الجانب التكتيكي أكيد أن المدرب هو الذي يقرر فيه، لأنه أدرى بمستوى كل لاعب وما يستطيع أن يقدمه وفق للخطة التي سينتهجها. ماذا عن القائمة التي انتقدها المدرب الماضي؟ يعني وين عينها وين طرحوا عليه سؤال وين تكلم الأخضر بلومي، القائمة التي اختارها الناخب بالماضي كانت منتظرة لحد كبير، لأن الأسماء الموجودة فيها تعودنا عليها خلال اللقاءات الماضية، واللاعبين الذين استدعاهم هم أفضل في الفترة الحالية لأنهم بشروا العمل مع نواديهم في الفترة مبكرة استعداد للموسم الجديد بالمقارنة مع السنة الماضية، وذلك راجع للتأقلم جميع الوضع من يعني مع الجميع مع الوضع الصحي الراهن، وقلت وإن قلت المخاوف التي كانت في السابق وعدم وجود إبراهيمي وغديورة أمر عادي في هذه المرحلة العمرية، بينما كنا نرغب في مشاهدة سعيود في التشكيلة لأنه أفضل لاعب محلي حاليا، لكن في نحترم قرار المدرب لأنه أدرى بما يتناسب مع الخطة التي يرغب في انتهاجها، ومثل ما سبق لي القول ربما أراد الحفاظ على الاستقرار وتفادي التغيير، لأن اللقاءات القادمة جد مهمة ويجب أن يحقق الفوز لضمان تأهل لمونديال قطر، ونحن لدينا ثقة كبيرة في منتخبنا الذي أصبح يحقق انتصارات داخل وخارج الديار في لقاءات رسمية وحتى الودية، وكل ذلك راجع لذهنية التي فرضها بالماضي وخيارته الصائبة، حيث عرفت كيف يتحاور مع التعدد الموجود لأنه لا يتهاون ويحب العمل الجاد، بدليل أنه لم ينهزم في 27 لقاء متتالي، ونطمح لمواصلة التألق لتحطيم الأرقام الموجودة عند المنتخب الإيطالي. ألا تعتقد أن الضغط سيكون على أشبال بالماضي لأنهم أبطال إفريقيا حاليا؟ ونقول لهم حاليا الفريق الوطني سيخوض دورة مصغرة وعليه تسيير لقاء واحد تلو الآخر حسب المعطيات التي تتناسب مع كل منافس، حتى لا يكون الضغط والاحترام لكل الطرف، سيساعدنا على بلوغ الهدف المنشود والمباشر متمثل في تحقيق التأهل، بما أننا أبطال إفريقيا أكيد أن الفرق التي تلعب ضدنا تحسب لنا ألف حساب، ولهذا يجب أن نكون في المستوى ونحقق نتائج إيجابية بداية من لقاء جيبوتي الذي يعتبر مفتاح، لأنه الجولة الأولى وعدم استصغار الخصم وتفادي الهفوات الدفاعية والاندفاع نحو الهجوم، لأنها محطة التي ستكشف لنا مستوى الحالي للمنتخب، والفوز بضروري قبل مواجهة المنافس المباشر لنا في المجموعة، والأمر يتعلق ببوركينا فاسو التي ستكون بعد أقل من أسبوع، وبالتالي نتنقل إلى المغرب بمعنويات عالية، أمر مهم وسيجعل الضغط على صاحب الضيافة
ويساعدنا على اللعب بكل ارتياحية، خاصة في ملعب مستوى ملعب مراكش الجميل، يعني ملعب اللي نقولوا باللي اللي غادي يكون في تكون في كما نقولوا حنايا، ويكون في يكون في متناول المنتخب الوطني الجزائري. هذه هي وين غادي يكون، في متناول المنتخب الجزائري، من اجل بدايه قويه يعني لكي نهزوا